صباح الفل عليكم في حلقة جديدة من برنامجنا حواديت مصرية. النهاردة معانا موضوع مختلف عن كل حلقة، هنتكلم عن موضوع يهم ناس كتير جدا في مختلف الأعمار، مختلف الفئات، سواء بنات أو أولاد. هنتكلم عن تجميل الأسنان. طبعا ناس كتير بتبقى عايزة تعرف تعمل ايه في اسنانها، ايه المشاكل اللي بتواجهها اسنانها، بتبقى شكل اسنانها مثلا في اي اعوجاج او واسعين عن بعض او قريبين من بعض، او بيبقى عندها تسوس او مشاكل معينة في الاسنان. طبعا عشان نتكلم في الموضوع ده لازم يبقى معانا حد متخصص، عشان كده معانا النهاردة ضيفة حلقتنا الدكتورة طبيبة فاطمة أشرف. أهلا بيكي، اهلا وسهلا يا بسنت، صباح الخير. صباح النور، منورة حلقتنا النهاردة. ميرسي، ربنا يخليك. أهلا بيكي. أول حاجة كده عايزة أسألك فيها، طبعا ناس كتير جدا بتفكر في الموضوع ده وبتبقى عايزة تعرفه، إيه هو الهوليوود سمايل؟ طيب خلينا نبتدي الحلقة. ان الهوليوود سمايل كمسمى انتشر، هو مش منتج بتيجي تطلبيه من الدكتور انا عايزه اعمل هوليوود سمايل، هو مسمى ازاي يبقى عندنا ابتسامه جميله ما فيهاش مشاكل وانتي اولا تبقي راضيه عنها. تمام، الابتسامه الجميله دي ها 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 هناخدها لو حلينا اي مشكله في اسناني الاماميه مضايقاني. اوكي، بس الناس تعرف عندها ان هوليوود سمايل، في يقول لك هوليوود سمايل ثابته وهوليوود سمايل متحركه. وايه بقى الفرق بين الاثنين، تقدري توضحي لنا؟ تمام، الهوليوود سمايل الثابته متعارف عليها اللي هي الفينيرز او القشور التجميليه، اللي هي زي ما انت شايفه اغلب المشاهير عاملينها. هي بتبقى قشره رفيعه خالص، بيسموها حتى عدسات الاسنان. هي قشره رفيعه مصنوعه من بورسلين، بتتثبت على سطح السنه، بنغير بيها شكل او لون الاسنان. طب وهل دي بيبقى ليها اضرار على الاسنان على المدى الطويل؟ خلينا نأجل السؤال ده شوية، نتكلم ماشي. بقى لما نتكلم في المشاكل اللي بتواجهنا في الأسنان، في شكل الأسنان وهنعمل بيها إيه. لكن هي في المطلق أعمالها كده وخلاص، لا هي مش مستحب تعمل كده وخلاص. تمام، تمام. المتحركة اللي هي بيسموها سناب أون، دي أسامي الناس أطلقتها، اللي هو هوليوود سمايل ثابتة ومتحركة، على أساس إن هي وسائل بتوصلنا للابتسامة الحلوة اللي اتفقنا عليها. فالهوليوود سمايل المتحركه هي بتبقى حاجه كده عامله زي الاكريليك او البلاستيك، بتتلبس في الاسنان، بس هي بتتلبس في المناسبات بس، لان ما ينفعش ناكل عليها، ولو كلنا حاجات ناكل عليها حاجات سوفت طريه، لكن ما ينفعش البسها واكل عليها. صراحه انا مش محبذينها قوي، يعني شكلها ما بيبقاش حلو زي الفينيرز او زي الحاجات التانية اللي هنتكلم عليها. يعني تمام، الفينيرز هي الهوليوود سمايل ولا في يعني هو اختلاف ما متعارف بينهم؟ عليهم، وانا زي ما اتفقت معاكي ان هوليوود سمايل هو مسمى ازاي ابقى عندي ابتسامه حلوه. خلينا نتكلم بقى على مشاكل الاسنان اللي لو حليناها ممكن نحلها بدون فينيرز، ممكن نحلها بدون سناب اون اللي هي المتحركه، ونبقى حصلنا على هوليوود سمايل. يعني مش شرط ان الفينيرز تبقى هي الحل. خلينا نتكلم ايه المشاكل اللي بتواجه الناس في اسنانهم اللي قدام. زي مثلا ايه الحاجه المشهوره قوي، حد يبقى عنده فراغات بين اسنانه. تمام، دي حاجه مشهوره جدا، الناس فاكره انه علشان اقفل الفراغات دي الحل الوحيد ان انا هعمل تقويم. الكلام ده مش صح. اعمل تقويم ده بنستخدمه في حالات كتير، بس لو انا عندي عرض الاسنان رفيع، لو عرضته شويه هيبقى شكل اسناني احلى، ففي الحالات دي ما بنستخدمش تقويم. بنستخدم عندنا حاجه من اتنين، لا الا حشوات تجميليه، عارفه الحشوات اللي بنحطها في الاسنان، الحشوه البيضه ايوه عارفاها، اللي اسمها كومبوزيت، احنا بنسميها كومبوزيت الحشوه دي. دي افضل بقى من الحشوه السوداء طبعا لان بيبقى شكلها افضل. لو ورا دلوقتي ما بقاش حد كتير يستخدم الحشوات السوداء، كان زمان الناس بتحطها ويقول لك اقوى ومش اقوى، بس دلوقتي خلاص التكنولوجيا عملت الحشوه البيضه دي، الحشوات التجميليه، حاجات في حاجات قويه قوي بتتحط ورا، وما بقناش نستخدم الحشوه الغامقه اللي هي اسمها امالجم، ما بقناش نستخدمها. بس انا بتكلم بقى على الاسنان القدام، حل من حلول الفراغات ان انا اعمل الحشوات التجميليه دي، تتعمل في جلسه واحده، بنختار لون نفس لون الاسنان نقفل بيه الفراغات والدنيا بتبقى حلوه جدا. الحل التاني عندنا لو حد اصلا اوريدي
لون سنانه مضايقه قوي، او عنده مشاكل في شكل اسنانه. ناس مثلا اسنانها مصفره شويه، مش مصفره شويه يعني، مصفره قوي، او عنده بقع بني في اسنانه، او عنده مشاكل معينه هو مش راضي عن شكل اسنانه. في الحالات دي بنستخدم الفينيرز او القشور التجميليه، بنقفل بيها الفراغات، وبتبقى حل حلو جدا في الحالات دي. وساعتها بقى بترجع السنان للونها الابيض. بيختار الفينيرز، بنحط لونها على حسب رغبه اللي هيعملها. يعني لو انا عاجبني لون سناني مفيش مشاكل، بس انا عايزه اقفل الفراغات وعايز حاجه عمرها طويل قوي، فاخترت الفينيرز، تمام. ممكن ساعتها احط الفينيرز نفس لون اسناني في الكام سنه اللي فيهم مشكله. طب وقد ايه بيقعد يعني عمر الفينيرز قد ايه؟ عمر الفينيرز يعني الفينيرز من الحاجات اللي عمرها طويل قوي، من 10 ل 20 سنه. بيبقى ليها بقى ريفيل بعد الفتره دي لا ولا لا، بتعمليها بنغيرها من اول وجديد؟ بنغيرها، لكن هي عمرها من 10 ل 20 سنه، هي من الحاجات اللي عمرها طويل قوي في الاسنان عندنا، تمام. لو حد عايز يقفل الفراغات ويغير اللون، بنضطر نعمل اخر الضحكه. اخر ضحكتنا اغلب الناس من 8 ل 10 اسنان، تمام. تمام. فدي مشكله الفراغات. المشكله الثانيه عكسها ايه؟ ان حد هيبقى اسنانه تبقى متلاصقه في بعض، او في ناس مثلا اللي هم تزاحم بيبقى راكبه عندهم فوق بعض، ناب طالع فوق السنه او تمام. سنه طالعه على سنه وكده. بالظبط، دي مشكله عند ناس كتير. الناس برضو فاكره ان هي مشكلتها حلها الوحيد التقويم. في الحالات السيفير اللي هي الجامده، لو في اعوجاج جامد قوي بنعمل تقويم. لو في اعوجاج بسيط، ممكن في الحالات دي بنعمل فينيز والشكل بيبقى تحفه. طب ازاي بقى؟ اتكلمينا عنه شويه. بنبرد احنا كده كده واحنا بنعمل الفينيز. الفينيز في منها حاجتين، حاجه بدون برد وحاجه ببرد. ودي دايما الناس لما بيجولنا، يا دكتور انا عايز اعمل فينيز بدون برد، اغلب الحالات بنحتاج نبرد فيها. بس البرد بتاع الفينيز بيبقى لاير، طبقه رفيعه قوي من سطح السنه من قدام، تمام، وبنلزق عليها الفينيز. طب وهل ده بيضعف في السنه مع الوقت؟ لا، هو ده مش بيضعف السنه، علشان كده انا قلت من الاول مش اي حاله نحط فيها فينيز. حاله زي دي هو يستحق ان هو يعمل فينيز، يعني دي حاجه يا بسنت كده زي عمليات التجميل. ينفع بعد ما تعملي عمليه تجميل في مناخيرك تروحي للدكتور تقولي له انا عايزه ارجعها؟ خلاص. فهي حاجه الريفرس، ما فيش راجعه فيها. انا اخترت ان انا هعمل فينيز، فانا اخترت ان انا عشان عندي اعوجاج ومش عايزه اعمل تقويم، ما عنديش وقت اعمل تقويم. في بنات كتير قبل فرحها وعايزه تنقذ الشكل، فمش هتلحق تعمل تقويم. ففي الحالات دي بنختار الفينيز. بس هي خلاص اختارت ان انا بردت الطبقه دي من اسناني، يعني انا هفضل طول عمري عندي فينيز، طول عمري هغير الفينيز. بعد 20 سنه هعمل فينيز تاني. اوكي. انت بترشحي التقويم اكتر ولا الفينيرز في حالات زي دي؟ حلو السؤال ده، على حسب الحاله. يعني لو انا طبعا التقويم حاجه حلوه جدا، لان احنا مش بنيجي ناحيه الاسنان، مش بنبرد ولا بنعمل حاجه. بس في حالات معينه زي ما قلت لك، حاله مستعجله او حاجه، ممكن نعمل فينيز، بس في حاله ان الاسنان ممكن تتظبط بدون ما ناذي العصب. يعني لو في اعوجاج جامد قوي هضطر ان انا ابرد جامد قوي عشان اعدل الاسنان، فده ممكن ياثر على الاسنان، ممكن نوصل للعصب ونعمل علاج جذور. ففي الحالات دي لا، اعمل تقويم. فاهماني؟ وهل التقويم بقى بيؤدي لتسوس الاسنان لما بيبقاش فيه اهتمام بيه وكده؟ التقويم ممكن يؤدي لتسوس الاسنان لو ما فيش اهتمام. في ناس ما بتغسلش اسنانها، تقويم اصلا تخيلي حاجه مركبينها على الاسنان، فبتزود التصاق الاكل والبكتيريا والكلام ده. لو انا ما اهتمتش باسناني كويس وغسلت اسناني بعد كل اكله، يعني لازم المركب التقويم ده بيمشي بفرشه اسنان في جيبه بيغسل اسنانه عشان يضمن ان هو لما يشيله ما يبقاش فيه اي مشاكل في الاسنان. فده برضو ممكن يبقى مضر شويه للاطفال الصغيره، لان ما بيهتموش قوي باسنان، يعني ممكن ياكلوا حلويات كتير. ما هو الطفل ده لازم يبقى لازم تحت بقى مراقبه اهله. اكيد. عشان انا مش عشان اصلح شكل ابوظ اصل السنه. فاهماني؟ ايه المشاكل التانيه؟ يعني تتخيل كده ايه المشاكل التانيه ممكن حد يجي يشتكي منها ابتسامته مضايقاه؟ عرفينا برضو ايه اكتر المشاكل اللي العيانين بيجوا يشتكوا منها يعني. مشكله مثلا زي البنات اللي لما بتضحك، ودي شكوى اكتر من البنات، مش هتلاقيه من ولاد كتير، اللثه جزء كبير منها بيبان، دي منتشره قوي. دي حلها كذا حاجه. لو عندنا طول السن نفسه قصير، ممكن نعمل قص لثه بالليزر، وهو الناس بتتخض من قص اللثه، لكن هو حاجه سامبل جدا بتتعمل في وقت قليل، والليزر حاجه ما بتوجعش.
بنشيل جزء من اللثه عشان نطول طول السنان، ولما بتضحك الجزء الكبير اللي كان بيبان ما بقاش يبان، لان احنا اوريدي قطعنا منها. تمام. بس في ناس عندهم مشكله ما تبقاش في اللثه نفسها، هي مشكله في الشفه، العضله بتاعت الشفه قويه جدا، فلما بتضحك الشفه بتترفع. في الحاله دي في حلين، حل مؤقت وحل دايم. الحل المؤقت اللي هو البوتوكس. البوتوكس الناس بتفتكر ان هو بس بيتعمل كتجميل والكلام ده، لكن في الحالات دي بنحقن بيه العضله نفسها، العضله بتاعت الشفه، فبدل لما بتضحك تترفع الشفه قوي، لا هي بتترفع شويه النورمال بتاعنا اللي هي بان جزء من السن. تمام؟ تمام. بس ده مؤقت، بيتعمل كل 6 شهور. تمام؟ الحل الدايم، وانا صراحه بحس ان ده لايف تشينجنج جدا لبنات كتير، ان هي تعمل بنسميها عمليه في الشفه، بس دي عمليه يعني بتتعمل في العياده وتحت البنج بتاع الاسنان العادي، مش عمليه كبيره يعني، دي حاجه بتتعمل في العياده عندنا. بس المكان اللي ماسك الشفه من جوه بننزله تحت شويه، فلما بتضحك خلاص الشفه ما بقتش تترفع. طب وفي حاله زي دي انت تنصحي بايه؟ يعني تنصحي بالعمليه الدايمه ولا البوتوكس؟ لا طبعا الدايم حلو جدا طبعا، يعني خلاص هيتعملها مره وخلاص، تاخد لكن مسكنات البوتوكس بعدها بيومين بتضطر ثلاثه. تعمل اعاده عليها بقى، بالظبط، بوتوكس بتضطر تعمل اعاده. ولو ما عادتش عليها بيرجع الوضع كما كان. بالظبط. ففي الحالات دي لا طبعا العمليه دي هايله جدا. من المشاكل التانية اللي ممكن تواجهنا في الأسنان قدام إيه مثلا؟ التسوسات. في ناس كتير بتخاف لا ما شيلش تسوس قدام، علشان هو اقتناعه إن أنا ممكن لو حطيت حشوة قدام يبقى شكله وحش. يبقى شكله وحش، بس إحنا بنختار حشوة دايما لون السنة بالظبط، ولما بتتعمل كويس بيتعمل لها عزل كويس. الحشوات البيضة دي حاجه تكنيك سنسيتيف جدا، يعني حساسه، ما ينفعش يجي عليها دم ولا سلايفا لعاب واحنا شغالين، ما ينفعش يجي عليها سوائل تماما، لإلا هتكش من مكانها وتقع. اللي هو الناس كتير تقول لك لا انا ما بحبش الحشو الابيض لانه ضعيف وبيقع، هو واقع عشان اتعمل غلط. تمام؟ اتعمل غلط بسبب ان هو جه عليه سوائل واحنا شغالين، فبعد ما بينشف بيكش من مكانه، فطبيعي هيكش هيسيب السنه وهيقع. طب وايه بقى عشان يتعمل الحشو ده مظبوط؟ يعني بيبقى بنعمل ايه الحاجات المطلوبه من المريض نفسه ان هو يخلي باله منها؟ لا هو نفسه مش بايده حاجه، هو دي بقى بتاعت الدكتور، هو اللي يخلي باله بقى من كل الملاحظات دي. بالظبط. بنركب حاجه كده اسمها رابر دام، حاجه كده كاوتش. تمام. بنطلع بيها كام سنه بس اللي هنشتغل فيها، وبنعمل عزل كويس للاسنان، وعشان نضمن ان ما جاش عليها اي سوائل واحنا شغالين. وبعد ما بنخلص بنتشك ان مفيش اي حاجه عاليه وخلاص، والدنيا بتبقى تمام. تمام. في ايه مشاكل تانية ممكن البنات يشتكوا منها؟ مثلا مشكله زي انا عندي بقع بيضه في اسنان. بقع البيضه دي عاده بيجولنا بيها بعد الحمل والرضاعه والكلام ده، بيبقى ده ضعف في الاسنان، وفي ناس بتبقى موجوده في اسنانهم من اول ما بتطلع، ده بيبقى مشكلة في تكوين السنة، في نقص كالسيوم في الحتت دي. ده حله بسيط قوي، وفي ناس كتير مش عارفة ان ليه حل اصلا. حل بسيط قوي، جال كده اسمه ايكون امبوبتين، بنحط الجال الاولاني بياكل الحتت الضعيفة، بنحط الجال التاني بيغطي. هيبقى معانا دلوقتي شوية صور لبعض الحالات هنشرح عليها. نشرح عليها عشان الناس. الحالة دي مثلا دي كانت جايه لي، انا قلت لها روحي انت اسنانك مش محتاجه فينيوز، هي اصرت ان هي تعمل، قالت لا انا بعمل طبيب كتير، بس انا بشرب شاي وقهوه كتير فاللون بيرجع بسرعه. فدي كانت نفسها خلاص حل دايم ان اسنانها يبقى شكلها حلو ولونها حلو، فاخترنا ان احنا نعمل فينيوز في الحاله دي. دي كان عندها مشكله في تكوين الاسنان نفسها، لو خدتي بالك كبسنت سطح السنه نفسه في تعرجات، مش ناعم زي اسناننا، دي بتبقى مشكله في اثناء التكوين. في الحاله دي برضو اخترنا نعمل فينيز، وهي طلبت ان هي يبقى افتح شويه من اسنانها. بالمناسبه الناس كتير، دي صوره تانية للحاله، ناس كتير بتبقى فاكره ان الفينيز هو اللي هعملها اللون الابيض اللي احنا بنشوفه في التلفزيون، ومع ان في ناس كتير بتتضايق منه، عشان كده في ناس كتير ما بقتش تحبه. في ناس بيحسوا مثلا ان هو فيك شويه، فبيبقوا عايزين برضه اللون يبان صناعي. طبيعي. طبعا احنا كل ما الحاله تبقى اللون طبيعي كل ما يبقى احلى. الحاله دي اتعملت بدون برد.
هو حالته مناسبه ان هي تتعمل الاسنان بدون برد، اسنانه راجعه لورا شويه وفيها فراغات، لزقنا بس الفينيز مش اكتر، وبقى شكله اختلف جدا. دي من الحالات فعلا اللي فرق جدا معاه. دي بقى يا بسنت انت ممكن تفرقيها بعينك، دي فينيرز ولا حشوات. هي مشكلة عندها سيمبل قوي، فراغ مضايقها، ده اتقفل بحشوات زي ما انت شايفه، الحشوه مش باينه. هي بنستخدمها نفس لون الاسنان ونقفل بيها الفراغ في جلسه واحده ومشكلتها بتبقى اتحل. دي المشكله الثانيه اللي اتكلمنا فيها اللي هي تزاحم الاسنان. دي بنت كانت جات لي فرحها كمان شهر ومش هتلحق تعمل تقويم، فاختارت ان هي تعمل فينيرز، وهنا ما غيرناش لون الاسنان، هي عملنا من الناب للناب بس 6 اسنان. حلت المشكله بتاعتها. بتقالي ليها صوره تانية من الجنب التاني، شايفه الاسنان كانت راكبه فوق بعضها ازاي. في الحاله دي انا بردت الاسنان وما اذتهاش. الحاله دي طبعا فرقت كتير، فرقت كتير، وما اذتش لشكل، ما اذتش السنه نفسها، هي ما وصلناش العصب وما كانش فيها اي مشاكل الحمد لله. الصوره دي بتوضح الفرق ما بين الطربوش، البرد بتاع الطربوش والبرد بتاع الفينيز، عشان الناس بتبقى فاكره الفينيز هبرد جامد زي الطربوش، الناس متعوده على شكل الكراون ان احنا بنبرد جامد، لا احنا بنبرد طبقه بس من قدام. الحاله دي برضو كانت جايه مشاكل كتير قوي، دي عملنا فوق وتحت، بس الصوره دي قبل ما نعمل تحت. انا في الصوره دي عايزاكم بس تاخدوا بالكم من لون اللثه، الصوره اللي تحت دي قبل، شايفه اللثه كانت فيها التهابات جامده ازاي؟ بسبب ان هي كان عندها تسوسات في الاسنان من فوق كلها. لما شلنا التسوسات دي وهي اختارت تركب فينيرز، لما ركبناها الصوره دي بعد اسبوع اللثه شكلها اختلف تماما تماما، وصحه اللثه هي اللي بتبين لنا الفينيرز معموله صح ولا غلط. وممكن الصوره اللي بعدها بقى، الصوره اللي بعد دي، شايفه الصوره دي نفس الحاله اللي فاتت، اللثه كل ما تبان منقطه كده يعني ده معناه ان هي صحيه. اللثه بتاعتنا المفروض تبقى لونها بينك مش احمر، وتبقى لون فيها النقط دي بنسميها ستيبلينج زي البرتقانه. هل ده بيرجع مثلا للانيميا وكده؟ لا ملوش علاقه، هو ليه علاقه بصحه اللثه، يعني عندنا التهابات في اللثه جامده بسبب تسوس او بسبب جير، او بسبب هي كان عندها بسبب تسوس وجير، لما نضفنا الجير وشلنا التسوس وحطينا الفينيز اللثه عندها بقت شكلها حلو قوي. دي برضو حاله حشوات، يعني دي برضو اختلفت جدا في شكلها، عملت حشوات بس خلاص بقت ضحكتها كامله، مفيش الفراغات اللي بنشوفها دي. دي نفس الحاله اللي وريتها لكم، بس دي كنا عملنا اللي تحت، تحت وفوق. بس خلاص، هي اسئله تاني؟ كملي لنا بقى عن بعض المشاكل اللي بتواجه الاسنان وكده. طيب تمام. مشكله برضو بتجيلنا ان حد يجي، ودي بتلاقيه كتير قوي في الاطفال، اول ما يبدلوا اسنانهم هم لعبوهم ستيل عنيف، فتلاقي جاي نص سنته طايره. انا كنت عايزه فعلا اناقشك في النقطه دي بالظبط، وبتحصل كمان في الناس الكبيره. الاطفال في الحالات دي والناس الكبيره برضو بنحط برضو الحشوه التجميليه، شفتي الحشوات اللي قفلنا بيها فراغات دي، بنكمل بيها الكسر بنفس لون الاسنان، بس بندي للمريض ده بعض التعليمات، ما تاكلش، الاطفال طبعا ما يلعبش لعب عنيف لانه اتخبط فيها ممكن تتكسر، بس بترجع لشكلها الطبيعي، بترجع لشكلها الطبيعي تماما، بيبقى شكلها حلو جدا. وعندنا على الصفحه برضو بعض الصور الحالات اللي زي دي، بنكمل بيها السنه بنفس اللون، بس بنديله تعليمات زي ما قلت لك، مثلا ما يقطمش حاجات ناشفه قوي، زي ما يمسكش جزره يقطمها عليها، او ممكن اقطعها واكلها عادي، يعني مديله تعليمات يمشي عليها. والناس الكبيره نفس الحكايه. طب وبالنسبه للناس بقى الكبار في السن، تنصحيهم بايه مثلا؟ اللي بيبقوا بقى سنانهم بتقع وبيركبوا طقم والكلام ده، ايه اكتر حاجات تبقى اصلح لهم؟ بصي، هو حسب الحاله طبعا، احنا في التركيب احدث حاجه دلوقتي الزراعه، الزرع بيبقى حاجه خلاص بقى، يعني انت بتحطيها والواحد بيريح دماغه خالص، بس الناس بتخاف منها شويه. ايه بقى يعني المخاطر اللي بتيجي منها؟ مفيش اي مخاطر، مفيش اي مخاطر، بس هو الناس بالنسبه لهم انت هتفتح لي وتحط حاجه في العظم والكلام ده، فالناس الموضوع بالنسبه لهم مرعب. دي بقى حاجه ثابته مش زي الطقم اللي هو بيشيله ويحطه. خالص خالص، الطقم مشكلته بس انه مع الوقت بياكل العظم اللي هو قاعد عليه، فتلاقي ان بعد سنه سنتين جايلك الطقم بقى يقع من مكانه وبيتحرك، تمام؟
فدلوقتي في حاجات احدث، يعني في حاجات حتى لو هو اسنانه كلها مش موجوده بنعمل زرعات على كام سنه وبنركب عليها الطقم، بس برضو ما بيبقاش الحمل كله على العظم. بس طبعا انت تفضلي اللي هي الزراعه. طبعا الزراعه دلوقتي احسن حاجه، سواء لناس كبيره او ناس فقدت اسنانها في سن صغير. الناس بتفتكر خلاص مش مشكله انا واقع مني ضرس وخلاص، بس المشكله انه اي فراغ الاسنان كلها اللي في البق بتحاول تعوضه. يعني لو عندنا فراغ ضرس اتخلع مثلا تحت، هتلاقي اللي جنبه مال كده واللي جنبه مال كده، وابتدى يبقى فيه فراغات ما بين الاسنان قدام، والضرس اللي فوقيه اتحرك من مكانه ونزل، تلاقي كل البق بيحاول يعوض الفراغ ده. طب وايه اللي بيؤدي لتساقط الاسنان لو في سن صغير؟ في سن صغير مش هتلاقي حد وقعت سنته كده لوحده، لا بتبقى ده ناتجة عن هتلاقيه، حادثة بقى. لا او حادثه او تسوس. يعني بتلاقي الشخص جاي بيقول يا دكتور انا ضرسي اتكسر، ضرسك اتكسر هو مش هيتكسر لوحده، الاسنان دي بتاعتنا قويه جدا، بيتكسر نتيجه تسوس تمام، او نتيجه انك عملت حشو عصب او حشو جذور والضرس ده ما اتغطاش بطربوش. الطبيعي بتاعنا لما حد فينا وهو بياكل بيعض على زلطه او حاجه ناشفه، ايه اللي بيحصل؟ تلاقي بقه فتح مره واحده، صح؟ صح. ده علشان عصب السنه نبه المخ انا في حاجه هنا عضيت عليها ناشفه، فيفتح بسرعه قبل ما السنه تتكسر. الناس لما بتشيل تعمل حشو عصب او علاج جذور بنشيل العصب السنه، فالسنه دي ما بقتش تحس او الضرس ده ما بقاش يحس، فهو بياكل ما عندوش الريسبونس بتاع دي حاجه ناشفه هفتح، بيكمل فعاده بيتكسر تمام. فدايما الشخص يجي لنا هو ارتاح عمل حشو جذور وارتاح والدنيا بقت تمام، ما يجيش تاني يكمل ويجي لي بعدها بسنه الضرس مكسور. شكرا، لا عفوا تشرفنا فسام، بيكي في حلقتنا النهاردة، لا وكانت حلقة جميلة مفيدة، وأتمنى تكونوا استفدتوا أعزائي المشاهدين، ونشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامجنا حواديت مصرية.